تذكروا حكينا لما حكينا عن ستار كونكتد لودز حكينا انه اللاين اللاين فولتج ليدز الفيز فولتج باي 30 ديجريز وحجمه جذري الكلام. خلينا نراجع الدلتا كونكتد سيركتس. فلو عندي دلتا كونكتد سيركت زي هيك هذا دلتا دلتا هذا ستار حافظ هون انه عندي 3 فيز سورس كونكتد از دلتا. الاصطلاح اللي راح نشتغل عليه اصطلاح بالانجليزي كونفنشن انه اذا عندي سورس اي سي سورس في اوف تي حنفرض انه الكهرباء ماشي بهذا الاتجاه. واذا عندي هذا سورس اذا عندي لود اصطلاح بالنسبه للسورسز واللود. فلما نيجي هون ناخذ 3 فيز دلتا كونكتد سيركت راح هذا اسميه هذا ار هذا اس وهذا تي وطبعا بينهم 120 درجه كفولتج سورسز وهذا راح اسميه كمان ار لود اس لود تي لود. فراح اخذ النقطة هاي اشبكها مع النقطة هاي النقطة هاي اشبكها مع النقطة هاي. اذا اللي عندي الكرنت هذا راح اخذ الكرنت راح افترض هذا الكرنت ماشي بهذا الاتجاه عشان نفس الاصطلاح تبع السورس هذا الكرنت ماشي في هذا الاتجاه وهذا الكرنت ماشي في هذا الاتجاه. عندي الكرنت اللي جاي من هون هذا راح اسميه اي ال 1 اوف تي وهذا راح يكون عندي اي ال 2. ال من وين جاي؟ من كلمه ايش؟ حرف ال لاين. هذول اللاين اللي جايين ما بين اللود والسورس اي ال 1 اي ال 2 وهذا راح يكون اي ال 3 اوف تي. وهلا نفس الشيء كمان نفس الاصطلاح هون راح افترض انه عندي الكرنت في اللود ماشي بهذا الاتجاه الكرنت في هذا اللود ماشي في هذا الاتجاه والكرنت في هذا اللود ماشي في هذا الاتجاه وهذا راح اسميه هذا الكرنت راح اسميه اي اس اوف تي هذا اي ار اوف تي وهذا اي تي اوف تي وهذا نفس الشيء راح اسميه اي ار اوف تي اي اس اوف تي اي تي اوف تي. هلا خلينا نراجع المصطلحات. وين اللاين كرنت هون؟ هذا لاين كرنت هذا لاين كرنت وهذا لاين كرنت مش هيك؟ وين الفيز كرنتس؟ ايوه هذا الفيز كرنت هذا فيز كرنت وهذا فيز كرنت هذا فيز كرنت هذا فيز كرنت وهذا فيز كرنت. وين اللاين فولتج؟ هذا بين هون وهون لاين فولتج بين هون وهون لاين فولتج بين هون وهون لاين فولتج. وين هون الفيز فولتجز؟ هذا فيز فولتج وهذا فيز فولتج وهذا فيز فولتج هذا فيز فولتج وهذا فيز فولتج وهذا فيز فولتج. هل في اختلاف هون بين اللاين فولتج والفيز فولتج؟ لا نفسه لانه اللاين فولتج هون هو نفسه صار هذه النقطه. اذا الفيز فولتج بحاله الدلتا بيساوي اللاين فولتج تمام. لكن هل اللاين كرنت بيساوي الفيز كرنت؟ لا لانه هون عندي فيز كرنت هون جاي من هون هذول لاين كرنت هون فيز كرنت هون وفيز كرنت. خلينا ناخذ النقطة هاي راح نسميها النقطة A وناخذ النقطة هاي راح نسميها النقطة B. خلينا نطلع على النقطة A، ايش بقدر اطبق على النقطة A؟ كي سي ال مش هيك؟ كيرشوفز كرنت لو، ايش بقول كيرشوفز كرنت لو؟ مجموع الكرنتس اللي داخلة على الهاي متساوية، أو بقدر أقول إنه الكرنت هذا اللي دخل هون عم بتوزع جزء منه هون وجزء منه هون، مش هيك؟ حسب اتجاه السهم. إذا عندي حسب اتجاه السهم بقول إنه اي ار اوف تي بيساوي مجموع هذا الكرنت زائد هذا الكرنت، مجموع الكرنت هذول الاثنين اللي هو اي اس اوف تي زائد اي ال 1 اوف تي. إذا بنقل هذا على الجهة الثانية بصير عندي اي ال 1 اوف تي بيساوي اي ار اوف تي ماينس اي اس اوف تي. هاي المعادلة المهمة اللي بتهمنا. إذا اللاين شو بيساوي؟
بيساوي الفيز كرنت ماينس الفيز كرنت. خلينا نرسمهم. راح ارسم IR of T هون. قديش لازم يكون بينه وبين IS؟ 120 درجة. مين اللاجين؟ الIS. S لاجين. إذا عندي هاي هون 120 درجة. نفس الطول، خلينا نحاول نرسمهم نفس الطول يبينوا. وعندي هون 120 درجة وعمالي بلف كاونتر كلوك وايز دي أوميجا راديانز بير سكند. فيكتور ماينس فيكتور شو بقدر أعمل؟ بعكس الفيكتور المطروح مش هيك؟ فبصير هذا اللي هو اي اس اوف تي وين بصير؟ بصير هون. والفيزرز بجمعهم زي ما بجمع الفيكتورز، بصير عندي هذا هيك هون، هاي 30 درجة من هون، وهذا الطول بيساوي جذر الثلاثة من هذا. إذا النتيجة اللي بنستنتجها من هون لدلتا كونكتد سورس، هلا نفس الشيء رح نطبقه على الدلتا كونكتد لود. الدلتا كونكتد سورس لاين كرنت بيساوي جذر الثلاثة في الفيز ولاين كرنت ليدز فيز كرنت بقديش؟ باي 30 ليدز. ليش ليدز واضح؟ لانه احنا عم نلف بهذا الاتجاه، مين بيجي اول؟ هذا بعدين. خلينا نطبق نفس الشيء على النقطة بي، لو طبقنا نفس العملية على النقطة بي، بنطبق كي سي ال ات بي. عندي هون لاحظ، ايش عندي؟ عندي هذا داخل النقطة وهذا داخل، رح يساوي اللي طالع. إذا اي اس زائد اي ال 1 اي اس اوف تي زائد اي ال 1 اوف تي شو بيساوي؟ اي ار اوف تي. ننقل اي اس على الجهة الثانية شو بصير عندي؟ بصير عندي اي ال 1 اوف تي بيساوي اي ار اوف تي ماينس اي اس اوف تي اللي هي نفس النتيجة اللي وصلنا لها هون. إذا نفس الشيء اللاين كرنت ليدز الفيز كرنت باي 30 ديجريز واللاين كرنت اكبر بجذر الثلاثه. خلينا نثبت جذر الثلاثه. اخذت الكوساين فورمولا، مرات عليكم الكوساين فورمولا او الكوساين فورمولا. اذا عندي مثلث بشكل عام في اضلاع A و B و C، هاي الزاويه بسميها اللي بتقابل الA بسميها ثيتا A، واللي بتقابل الB بسميها ثيتا B، واللي بتقابل الC بسميها ثيتا C. لاي مثلث، اي مثلث القاعده هذه صحيحه اللي هي a سكوير بتساوي b سكوير زائد c سكوير، هاي لحالها صحيحه بس لمين؟ لقائم الزاويه. لكن اذا كانه مش قائم الزاويه ماينس b c كوساين ثيتا a. خلينا نطبق هاي هذا القانون على هذا المثلث اللي موجود هون. نعم قانون جايب التمام، جايب التمام. تمام اوكي. في 2 b c 2 عفوا مظبوط احسنت 2. إذا عندي خلينا نطلع هلا على هذا المثلث، نطبق على هذا المثلث. هلا هذا المثلث لاحظوا هذا الضلع مساوي لهذا الضلع، ليش؟ لأنه هذا الضلع مساوي لهذا مزبوط؟ وهذا مساوي لهذا بالطول. إذا هذا مساوي لهذا، إذا هو مثلث متساوي الساقين. إذا عندي مثلث متساوي الساقين هذا على فكرة آي لاين وهذا آي فيز وهذا اي فيز، لان هذول الاثنين متساويين. الزاويه هاي قديش؟ هاي 30. اذا متساوي الساقين معناها هاي ايش لازم تكون كمان؟ 30. وهاي قديش بتكون؟ 90. لا 120 120 و30 180، مش مجموع هذا لازم يكون 130 مضبوط. اذا اي ال هو نفس اي اللي هون مضبوط. اذا اي ال سكوير شو بيساوي؟ بيساوي اي فيز سكوير زائد اي فيز سكوير ناقص 2 اي فيز في اي فيز اللي هي اي فيز تربيع كوساين قديش؟ كوساين اللي هي الثيتا 120 مظبوط. قديش كوساين ال 120؟ كوساين 120 بيساوي ناقص كوساين ال 60. كوساين ال 60 قديش؟ ونفسه نص ساين ال 30. اذا ناقص نص، اذا ناقص تلغي مع الناقص اللي هون، بصير عندي اي فيز تربيع زائد اي فيز تربيع الناقص
في إشارة ناقص من هون بتصير زائد كوساين 60 نصف في 2 بصير عندي 1 تساوي 3 هاي فيز تربيع. إذا آي لاين تربيع بتساوي 3 آي فيز تربيع، معناها آي لاين شو بتساوي؟ جذر الثلاثة في آي فيز. الواحد بقيهم تابعين ولا ضيعتهم؟ في حد ضاع؟ مين اللي ضاع؟ ارفع ايده غيره. خلينا هلا